طبعا انضموا لينا من الخرطوم مراسل الغد محي الدين جبريل. محي الدين، على ما يبدو أن اليوم هو اليوم الأصعب منذ اندلاع هذه الاحتجاجات، إذن بداية يناير أو بداية أبريل الماضي، يعني كيف يبدو المشهد لديك الآن في الخرطوم محي الدين؟ المشهد الآن فعلا كما أسلفت منه هو اليوم الأصعب، يعني احتسب فيه السودانيون أكثر من 30 شهيدا بحسب إفادة، آخر إفادة للجنة أطباء السودان، وقالت إن العدد مرشح للارتفاع. يعني أيضا هو يوم ربما هو الأصعب عند السودانيين باعتبار أن اليوم هي ذروة يعني عملية التصعيد المواجهي بين القوى إعلان الحرية والتغيير، ويعني كثير من المراقبين يقولون إن الآن المواجهة هي لدى قطاعات واسعة من الشارع السوداني وليتنحصر فقط عند قوى إعلان الحرية والتغيير، باعتبار أن الآن حالات الإغلاق للطرقات والاحتجاجات الآن عمت كل أحياء الخرطوم، على عكس المرات السابقة ربما كانت هنالك تظاهرات في مواقع معينة وأحياء معينة. الآن حالة التظاهر الآن لا يخلو شارع واحد من الخرطوم مدنها الثلاث من مظهر لمظاهر الاحتجاج السلمي، سواء كان بالإغلاق أو بحرق الإطارات أو بالتظاهرات المحدودة أو التظاهرات الغير محدودة في الشوارع. الآن فعلا اليوم هو أيضا يعني مختلف فيه بداية العصيان المدني والإضراب السياسي. نعم الآن السودان في إجازة عطلة العيد، ولكن بدأ ذلك واضحا من توقف الحركة تماما. يعني نحن الآن نطل على جسر المكنمير ومنذ 8 صباحا لم تعبر سيارة واحدة لهذا الجسر بسبب الإغلاق الذي تم بواسطة لجان المعتصمين التي توزعت للأحياء وحولت فعالياتها بعد فتح ميدان الاعتصام إلى الميادين والشوارع الأخرى في الأحياء. أيضا إلى جانب إغلاق هذه القوى المجموعات الشبابية للشوارع والطرقات الرئيسية، هنالك أيضا عدد من الشوارع تأثر بإجراءات أمنية أدت إلى إغلاقه لبعض الوقت قبل أن يتم إعادة فتحه أمام حركة المارة، ولكن وسط إجراءات أمنية مشددة فوق العادة. طيب، فهمت منك محي الدين أن العنف لم يثني المتظاهرين عن الخروج والاعتصام في كل شوارع الخرطوم. طيب، ماذا عن النيابة العامة التي أعلنت عن إنشاء لجنة للتحقيق في الأحداث التي جرت فجر اليوم؟ هل اتضحت ملامح هذه اللجنة محي الدين؟ هذه اللجنة منى فعلا تم تكوينها وباشرت مهامها من اليوم. هذه اللجنة فيها قضاة عسكريون ووكلاء للنيابة إضافة لممثلين للشرطة. البيان الذي صدر من النيابة العامة ربما حمل مؤشرات يمكن يعني وضع خط تحتها. هنالك تصريحات رسمية صدرت خلال اليومين الماضيين بأن هذه أو تصريحات صدرت اليوم بأن هذه الإجراءات التي تمت بموافقة وحضور وكلاء النيابة. النيابة العامة في بيانها قالت إنها لم تكن تشارك في هذه العملية التي تمت اليوم بأي مستوى من المستويات، وأنها لم يكن لديها ممثل واحد في هذه العملية. ومعلوم أن الإجراءات القانونية لفض أي تظاهرة يتطلب حضور ممثلين للنيابة. الآن النيابة قالت إنها لم تشارك في هذه العملية، لم يكن لديها ممثلون. أيضا منى من الجوانب المهمة أو ما يمكن أن يعني يلفت النظر هو أنه لأول مرة في لجنة تحقيق خلال الأحداث التي وقعت منذ 19 من ديسمبر قبل سقوط البشير والأحداث التي وقعت بعد سقوط البشير يتم تعيين قضاة عسكريين في هذه اللجان، وهذا يشير إلى أنه ستتم على الأقل مساءلة أو على الأقل التحقيق مع أفراد عسكريين شاركوا في فض هذه التظاهرات، باعتبار أن العسكريين لا يتم التحقيق معهم إلا بواسطة قضاة عسكريين. هذه هي المرة الأولى، يعني ربما أقول لك المرة الأولى في تاريخ السودان الحديث التي يتم تشكيل لجنة للتحقيق من بين أعضائها قضاة عسكريون. طيب محي الدين، يعني ما حدث اليوم إلى أي مدى ربما قد يكون قطع كل قنوات الحوار بين الجانبين، وهل سيعلن عن أي أو أعلن عن أي مؤتمر صحفي للجانبين؟ في الصباح وصلتنا دعوة لمؤتمر صحفي للجيش 9 صباحا، ولكن
تم إلغاء هذا المؤتمر الصحفي بطبيعة الأوضاع الأمنية التي كانت هشة جدا في الصباح وصعوبة التحرك أكيد أنه لا في الخرطوم بسبب الإغلاق التام للطرق بواسطة الثوار وبواسطة الأفراد الأمنيين. هذه الإجراءات التي تمت اليوم، الأحداث التي تمت اليوم لم تؤدي فحسب إلى قطع التفاوض. إعلان قوى إعلان الحرية والتغيير قالت إنها قطعت التفاوض مع المجلس العسكري، ولكن في المقابل أيضا هذه الإجراءات التي تمت وحدت صفوف قوى إعلان الحرية والتغيير في الفترة السابقة عقب سقوط البشير. كان هنالك تباين في المواقف داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، ووصلت إلى بداية مفترق طرق، ولكن ما وقع اليوم جعل الجميع يتبنون أقصى خيارات المواجهة مع المجلس العسكري. يكفي أنها منى فقط جمعت حزب الأمة مع خصمه السياسي اللدود الحزب الشيوعي السوداني. شكرا جزيلا لك، وسنتابع معك كل تطورات من الخرطوم. مراسل غد محي الدين جبريل.